يستمر التغطية أعزائي المشاهدين لنهائي بطولة الخليج. في هذه الأثناء استضيف الأستاذ محمد كرامة أحد المنظمين لهذه البطولة. نرحب بك عبر قناة خالد بازيلا. الله يحييكم وشرفتونا صراحة في القناة والتغطية الحلوة هذه. الله يبارك فيك. اليوم النهائي الكبير، يعني تشوف يعني ربما تمتع عينيك بهذا الحضور حقيقة، ماذا تريدون أن تقدموا في هذا النهائي لكل هذا الجمهور؟ والله أهم شيء أن النهائي بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يتمم لنا على خير إن شاء الله، ويعتبر صراحة النهائي تقريبا الأفضل في شمال جدة، ونتمنى أنه يطلع بصورة جيدة ويقدم الفريقين مستوى يليق بسمعة الحواري صراحة، لأنه من أفضل الفرق اللي تأهلت على الكاس، وإن شاء الله النهائي يطلع على خير إن شاء الله. حقيقة نشاهد ربما التكاتف من قبل اللجنة المنظمة، هل واجهتكم بعض العوائق في هذه البطولة التي ربما غبشت قليلا من الصورة المتوهجة حقيقة؟ والله الحمد لله فضل من الله، يعني بتكاتف أول شيء بتوفيق الله، وبعدين تكاتف الشباب اللي معانا في اللجنة، طبعا فريق الخليج كله والشباب ما مقصرين، والأستاذ عادل محمادي رئيس الفريق ورئيس اللجنة المنظمة، طبعا تكاتف المجموعة هذه الحمد لله فضل من الله أنه الدوري طلع بالصورة اللي أنت شايفها الآن قدامك، والحمد لله ما واجهتنا أي عوائق في الدورة كلها المدة تقريبا شهر، تجاوز شهر وعشر أيام تقريبا 40 يوم، الحمد لله ما لقينا أي صعوبات ولا أي عوائق فضل من الله سبحانه وتعالى. الآن ربما سأسألك كمشجع ليس كمنظم، بحكم أنك متابع ومتواجد ربما بشكل يومي في هذه البطولة، من ترى الأقرب لأن يكون عريسا لعروس هذه البطولة؟ والله أنت تحرجني كذا، والله صراحة الفريقين صراحة زي ما تقول عينين في رأس واحدة، والفريقين حبايبنا وكذا، وصراحة كل ونهائي زي كذا بين المدي وبين الحرمين صراحة فريقين كويسين، وصراحة صعب أني أتوقع وصعب أني أنا أجزم من فريقين أنه هذا يزعل مني ذا يزعل مني، لكن إن شاء الله اللي أتمنى أنه يخرجوا فريقين بصورة كويسة يليق بهذا النهائي اللي يليق فيهم هم كفريقين كبار في حواري جدنا. كلمة أخيرة تختم بها اللقاء. صراحة أشكر قناة بازيدان على التغطية الإعلامية الحلوة هذه، وأشكرك أنت كمقدم برنامج ما شاء الله عليك مقدم كويس، وأشكركم على استضافتي في البرنامج الحلو هذا.